في جامعة بني سويف كان في باحث انتهى من إعداد رسالة الماجستير وقبل تحديد ميعاد المناقشة توفاه الله. هنا بقى الجامعة قررت إنها تعمل جلسة المناقشة بحضور زوجة الباحث وكمان أطفاله وعدد من الأساتذة والباحثين. بالفعل تمت مناقشة رسالة الماجستير اللي حضرها الباحث بصورته فقط، وتم منح اسمه درجة الماجستير بتقدير امتياز. تعالوا نتعرف تفاصيل أكتر. على الهاتف معانا الدكتور طه محمد مبروك، وكيل كلية التربية في محافظة بني سويف في جامعة بني سويف وعضو لجنة تحكيم المناقشة. بنرحب بحضرتك، أهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصري فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. سلام حضرتك طيبين. أهلا بيك. خليني أبدأ مع حضرتك عن سؤال بيتبادر للذهن في البداية، عن مدى قانونية هذا المشهد. هل إن أنا أناقش باحث توفاه الله وأنا بحط تحت بند أناقش دي سطرين، هل ده قانوني في عرف المجلس الأعلى للجامعات؟ بص حضرتك يا فندم، هو بداية احنا نتقدم يعني بخالص العزاء لأسرته الكريمة وابنات الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة. هو القانونية أو المشروعية بتاعت المناقشة، هو احنا قدمنا طلب بالفعل لمعالي رئيس جامعة بني سويف الأستاذ الدكتور منصور حسن ومعاليه مشكورا ومجلس الجامعة الموقر، بعد استطلاع رأي المستشار القانوني للجامعة أقروا بقانونية المناقشة الرمزية، وعلى أن يحضر أحد المدرسين المساعدين نيابة عنه. يعني المكان اللي هو بيناقش عليه هو ما كانش فاضي، هو كان فيه أحد المدرسين المساعدين بقسم العلوم النفسية وهي الأستاذة سارة أحمد أحمد، كانت مكلفة من قبل مجلس الجامعة الموقر ومعالي رئيس الجامعة بأنها تحل محل الباحث، وتم مناقشتها في بعض الأمور في الرسالة، وهي كلفت إن شاء الله بأنها تتم كل التعديلات اللي موجودة وتصويبها علشان يكون في قرار منح. فيعني لو حضرتك سمحت لي في لحظات أقول لحضرتك نص رأي المستشار القانوني ونص قرار مجلس الجامعة. لا لا خالص، احنا كنا بنسأل بس يا دكتور على القصة ماشية ازاي. طب قول لنا بقى السبب في يعني هذه اللفتة الإنسانية. هو حضرتك الباحث هو أحد العاملين في جامعة بني سويف في كلية التربية، مسؤول الاي تي في قسم شؤون التعليم، خلص الرسالة كاملة وتوفى الله سبحانه وتعالى قبل تحديد موعد المناقشة. فاحنا في كلية التربية وجامعة كلية التربية الطفولة المبكرة وجامعة بني سويف قادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور منصور حسن، رأينا إن احنا نساعد هذه الأسرة، خاصة إنه زوجته من العاملات أيضا في جامعة بني سويف، فقلنا نعمل لفتة إنسانية ورسالة قدمتها إدارة الجامعة استجابة للطلب المناقشة احتراما لقيمة العلم وتقدير للمجهود الكبير اللي عمله الباحث، ودي رسالة موجهة لروحه وأسرته وأعضاء هيئة التدريس بأن الجامعة بشكل عام بتحترم علمائها وباحثيها. فأنا يعني بالنيابة عن كلية التربية الطفولة المبكرة بشكر مع رئيس الجامعة والسيادة العميدة الأستاذة الدكتورة مديحة مصطفى لأنها استجابت على الفور وتم تنفيذ القرار الجامعة في هذا الشأن. ومش عايز أقول لحضرتك بقى كم السعادة على زوجة الباحث وأطفاله الثلاثة البنات، كان يوم في قمة الروعة حقيقة. يعني أيوه، يعني كلمنا عن برضو ردود الأفعال، مش بس عن على المستوى العائلي ولكن على مستوى الجامعة، على مستوى الزملاء في الجامعة، وخصوصا أنك قلت لي أن زوجته أن هو كان رحمة الله عليه من العاملين في الجامعة. يعني أقول لحضرتك في هذا الإطار أن إحنا أعلننا بس على البيج الخاص بصفحة الكلية ان في مناقشه رمزيه هنجريها بكره، كم تليفونات غير طبيعي يعني بيحاولوا ياجلوا المناقشه او ينقلوها لمكان اكبر علشان يكون في متسع كبير للحضور. حضرتك يعني في الصوره اللي موجوده قدامنا هتلاقي مجموعه من الزملاء من مديرين الكليات وامين عام الجامعه ومدير مكتب رئيس الجامعه، هتلاقي مجموعه كبيره من الزملاء وعدد كبير جدا جدا، تلقينا اتصالات يعني اللي هو احنا كان نفسنا نكون موجودين. فطبعا كان يوم مشاعر مخلوط، مش عارفين نحزن على وفاة الباحث لأنه كان يشهد له بالخلق الرفيع على كل المستويات، ولا نحزن يعني أو نفرح أن احنا منحناه درجة الماجستير، خاصة أن الرسالة زي ما بقول لحضرتك هي مكتملة الأركان من كافة الجوانب المنهجية، متغيرات سليمة وأدوات سليمة واستخدام إحصاءات سليمة. فالرسالة على شكلها الحالي كانت تصلح أن هي توضع في المكتبات، فده طبعا كان يوم مخلوط المشاعر. اكيد. طيب خلينا نتكلم بقى عن فكره الرساله وموضوعها كان ايه.
الرسالة كانت بعنوان الفروق في الكفاءة الاجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام والعاديين. وسبحان الله العظيم، يعني شوفي حضرتك، يعني هو شغال على أطفال الروضة الأيتام وربنا أراد بقى إن هو يتوفي. هو اشتغل على الفروق في الكفاءة الاجتماعية. الرسالة كانت فصولها مكتملة البناء منهجيا من حيث المتغيرات وصياغة الأسئلة واستخدام أدوات سليمة واستخدام منهج سليم وعرض واستخدم أساليب إحصائية وعرض النتائج بتاعته بشكل دقيق جدا جدا. فزي ما بقول لحضرتك كده إن الرسالة في شكلها الحالي هو كان بالفعل انتهى من هو كان انتهى من طباعة وكل حاجة وتشكيل اللجنة وكل شيء بالفعل من نائب رئيس الجامعة. حصل التشكيل وتم اعتماده في مجلس القسم، كان يعني وهو حي يرزق في الوقت ده يا فندم. احنا خلصنا مجلس القسم ومجلس الكلية ونائب رئيس الجامعة اعتمد التشكيل وخلاص، يعني احنا المفروض ان احنا هنحدد الموعد علشان نناقشه. بالفعل كان هو لسه حي يرزق يعني. ايوه. طب مدة تجهيز الرسالة اعدادها من جانب الباحث رحمة الله عليه كان وقتها قد ايه قبل وفاته؟ مش فاهم حضرتك، ممكن السؤال مرة تانية؟ مدة تجهيز الرسالة قعد قد ايه اشتغل على هذه الرسالة؟ ده قعد حوالي 4 سنوات. أربع يعني بعد انتهاء السنة التمهيدية قعد حوالي 4 سنوات علشان يكمل الرسالة وتطلع في شكلها الحالي. مجهود اللي بوزل فيها كان عامل ازاي؟ مش عايز أقول لحضرتك، هو كان معاه هيئة إشراف الأستاذ الدكتور محمد حسين سعيد، ده أستاذ علم نفس التربوي وعميد كلية التربية جامعة بني سويف، والأستاذة الدكتورة مروة مختار بغدادي رئيس قسم علم نفس التربوي برضه بكلية التربية بني سويف. إشراف متميز ومجهود متميز من الباحث، واشتغل على مقاييس حديثة في الإطار كله. فالرسالة في مجملها احنا كان رأينا كلجنة مناقشة رمزية ومناقشة الباحثة اللي كانت موجودة مكانه، احنا رأينا ان هي ترتقي انها تحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز. فده كان رأي لجنة التحكيم، لكنه كان مجهود يحسب ليه للباحث وهيئة الإشراف بتاعته. أكيد رحمة الله على الباحث. كل الشكر للدكتور طه محمد مبروك وكيل كلية التربية بني سويف وعضو لجنة تحكيم المناقشة. شكرا جزيلا لحضرتك.